من القاهرة مشاهدينا أرحب بضيفي السيد شريف عبد الحميد رئيس تحرير مجلة إيران بوست. سيد شريف مرحبا بك. أهلا وسهلا بك ومشاهديك الكرام. نعم، إذا بعد أن تشبثت إيران بالنفي حول إسقاط الطائرة الأوكرانية واتهام الغرب بشن حرب نفسية ضدها، الآن تخرج وتقر بإسقاط غير مقصود للطائرة. ما دلالات هذا الاعتراف المفاجئ وانعكاساته عليها؟ إيران متخبطة بعد أيام من الإنكار ثم الاعتراف، ثم يخرج علينا بتغريدة أثارت السخرية جواد ظريف، ولكن كم الدلائل والمعلومات الاستخبارية؟ ناهيكم عن الصندوقين الأسودين. اضطرت إيران أن تقر بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة، وهذا هو ديدن النظام الإيراني الكاذب والمراوغة، وقد اعترف بعد كشف المعلومات بالوثائق الدامغة أن الطائرة أسقطت عمدا وليس بالخطأ كما يقولون. فمن تأكيد لوزير الطيران بعد ساعات من تخطي مطار استحالة سقوط الطائرة بصاروخ، يعود على رؤوس الأشهاد ليعلنوا أن الطائرة أسقطت بصاروخ عن طريق الخطأ. هذا يدخل إيران في دائرة المحاسبة وبدائرة دفع التعويضات، وهي أعتقد أنها سوف تطال ضحايا من عدة دول متفرقة كانوا على متن هذه الطائرة. إذن بذلك يعني برأيكم سيد شريف، كيف سيكون شكل رد المجتمع الدولي على إيران بعد اعترافها بإسقاط الطائرة؟ أعتقد أنه يجب محاسبة المذنبين الإيرانيين الذين تسببوا في سقوط الطائرة، إلى جانب دفع التعويضات من قبل طهران التي اعترفت، وإن اعترفت بأنها أسقطتها بالخطأ ولكنه ليس بالخطأ، ولكن يظهر الذعر الإيراني لأنها أسقطت بعد في أثناء صواريخها التي سيد شريف. المجتمع الدولي يجب أن تحاسب إيران، ويجب أن تقع تحت طائلة عقوبات أخرى غير العقوبات الأمريكية، لأنها أسقطت الطائرة عمدا وعن قصد وليس كما تقول أنها بطريق الخطأ. نعم، إذن بالحديث عن محاسبة المذنبين، من المعلوم أن إيران دأبت اللجوء إلى مراوغات للتهرب من مسؤولياتها. اليوم حسن روحاني صرح بأنهم سيحاسبون الذين كانوا وراء إسقاط الطائرة، هل هم فعلا سيقدمون على ذلك ويحاسبوا المسؤولين؟ لن يحاسبوا أحد. حسن روحاني قال هذا تصريح لتهدئة الرأي العام العالمي والدول التي لها ضحايا على الطائرة، ولكن يجب أن يصدر قرار أممي بمحاسبة المذنبين ومحاسبة الذين تسببوا في إسقاط الطائرة. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. ضيفي السيد شريف عبد الحميد رئيس تحرير مجلة إيران بوست حدثتنا من القاهرة.